لأول مرة ومنذ عقود الجوامع خالية في شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر. مشهد أشوفه وأعيشه لأول مرة في حياتي، الجوامع تخلو من المصلين، منعت الصلاة فيها، بل حتى الدخول صار ممنوع. الله بسبب إجراءات احترازية من جائحة فيروس كورونا اللي اكتسحت دول العالم وأصاب أكثر من 3 مليون إنسان حول العالم، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الوفيات. Bu sene Ramazan ayı hepimizin bildiği bir şekilde koronavirüs dolayısıyla maalesef mahzun bir şekilde geçiyor. Camilerimiz bomboş, ibadethanelerimiz bomboş, teravihlerimiz yok. رمضان يا جماعة هذا العام مختلف، أثر بصورة واضحة على حوالي 1.8 بليون مسلم حول العالم. يختلف عن هالسنة كثير، 100 درجة يختلف. Daha önceden tabii ki yani Ramazanlar çok iyiydi. Bu virüsten dolayı maalesef insanlar toplu olarak ibadetlerini yerine getiremiyorlar. Bu da tabii bizi biraz duygusal olarak şey yapıyor, yıpratıyor. هذا الفيروس أجبر العالم على تغيير الكثير من العادات والتقاليد وبعض أنماط العبادات اللي كانت تمارس بالأمس بشكل طبيعي ويومي، واليوم صارت مجرد ذكرى. Ne kadar kıymetli olduğunu bugün daha çok iyi anlıyorum. Ne kadar önemliymiş ruhumuzda şimdi anlıyorum. Çünkü şimdi bu virüsten ve dışarı çıkma yasaklarından sonra biz artık ben çıktığım zaman ilk camiye gelmek istiyorum. Biz şimdi anladık bunu. Biz buna üzgünüm yani şu anda. في هذا المكان في نفس الزمان من العام الماضي كانت تقام موائد الرحمن، فطور مجاني يوزع من قبل بلدية اسطنبول على الآلاف من الصائمين كل رمضان، وهالشيء موجود في أكثر من دولة حول العالم. واليوم نقف على أطلال موائد تخلو من الولائم والمكارم. في العام الماضي الأجواء في هذا الشارع كانت مزدحمة بشكل رهيب، الفوانيس الرمضانية والزينة كانت معلقة في كل مكان ترحيباً بهذا الشهر الفضيل، واليوم لا يسمع إلا صدى خطوات بعض العابرين. رغم كل هذا الناس مصرة على إحياء أجواء وشعائر هذا الشهر الكريم، إن كان الموضوع في البيت أو حتى باستخدام الإنترنت. خطب، دروس، محاضرات وحتى الصلاة صارت تنقل أونلاين، والغرض هو الإصرار على إبقاء الجانب الروحاني لهذا الشهر الفضيل. Bizim camimizin web sitesi var. O sayfada canlı bir şekilde mukabelelerimizi okuyoruz. Oradan kaydı dinleyicilere ulaşıyor. Günlük burada biz kayıt yapıyoruz cüz mukabelelerini. YouTube sayfasından arkadaşlarımız, dostlarımız, bu camideki yakinen tanıdığımız çevremizdeki esnaf arkadaşlar olsun, bize derse gelen talebeler olsun, birçok kesimden insanlar bizleri buradan takip ediyorlar. بعض الناس يعتقدون أن الإجراءات الاحترازية كغلق المساجد وتعليق الصلوات والمهرجانات والأنشطة الرمضانية ستؤثر على رمضان شكلاً، ولكن الجانب الروحي باقي. والروحاني باقية الحاز وباتشة وبعمية سنة، بس لكن الأجواء اختلفت، الأجواء اختلفت. ختاما يا شباب اكتبوا لنا بالتعليقات اهم الشغلات اللي افتقدتوها في هذا الرمضان عن رمضان في العام الماضي. ورمضان كريم. سلام.